في يوليو الماضي أقر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية اللواء حسين عرب في أن يخضع الحزام الأمني في عدن لوزارة الداخلية، موقف يلقي قليلا من الضوء ليجلي الغموض والضبابية اللذين يحيطان بما يسمى الحزام الأمني. فما هو الحزام الأمني ومن يتبع، وما هي المخاوف من وجود كيانات تعمل خارج المؤسسة الأمنية في المحافظة؟ يتداول الناشطون قصصا محزنة عن ممارسات قوات الحزام الأمني في عدن تجاه الراغبين بالدخول للمحافظة أو أولئك العائدين إلى المحافظات الشمالية، ناهيك عن السلطة الموازية التي انفرد بها هذا الحزام داخل المحافظات بمعزل عن سلطة المحافظة المعروفة. وفي مطلع الشهر الجاري صدر بيان نسب إلى السلطة المحلية بعدن يعبر عن عدم الرضا عن بعض الإجراءات الأمنية التي يتخذها الحزام الأمني، لكن سرعان ما صدر بيان آخر ينفي سابقه الذي تضمن نقدا لأداء قوات الحزام الأمني، في تأكيد أن ما ورد في البيان السابق لا يعبر مطلقا عن وجهة نظر أو موقف السلطة المحلية. يرى مراقبون أن التضارب في البيانات هو نتيجة لاحتدام نار الخلاف تحت رماد اللغة الدبلوماسية، حيث تكشف التصريحات المتضاربة عن الهوة بين سلطة الحزام والمحافظة، خصوصا فيما يتعلق بإدارة الدولة في عدن، فيما تبدو عدن في حالة من السعي المستمر لتثبيت حضور الدولة كأولوية للعاصمة المؤقتة بعد التحرير، إلا أن تركة الميليشيا الإنقلابية ونظام الاجتياح قد أثر على عدن بصورة أعمق، وأفرزت تداعيات لها تبعات أمنية شكلت إعاقة إضافية لتثبيت حضور الدولة في المدينة التي اتسمت بالمدنية كما عرف عنها. تظل الانتهاكات التي تمارسها قوات الحزام الأمني حديث الساعة، ناهيك عن التحذيرات التي يطلقها مراقبون للمشهد العام في عدن عن مخاطر عدم إحكام الدولة قبضتها على أدوات السلطة في المناطق المحررة، أمر يحمل مؤشرات خطيرة تكشف عنها أصوات مناطقية ترتفع منذرة بنزاعات البلد أغنى ما تكون عنها.